بس لو تمزح تقول بس مسعود يتسوى فيني مقلب انا. هو اليوم يحذر عن المقالب. واي مقلب والله ما ادري يعني واجد. واي واحد يا عيال لحد يمزح مع السلطان في مخاطب يمكن تسحب يدك تروح بها. سلطان يرسل يدك يقول يمزح السلطان مزح بس ما يزعل مزح يجيب اصابه والله ما يزعل ولا يزعل يبكي يبكي اي مقلب تقول اليوم كنت دخلت عليه في الغرفه انا رحت ايه الهوشه الهوشه هاك لو مسوي في المغرب سوينا في المتسوين كله قاوم مرقع وش سالفته ذا؟ هذا يا طويل العمر يوم كنا في البرنامج مره قد لا عندكم انتم اكبر منا عارف انه البرنامج دي مره قد لا انتين واحد خطوه واحده واحد انتين لو كاد وامزح انا ويا الرجال ذا ومعنا ربع الله يذكرهم بالخير علينا مس عليهم بالخير من هذا المنبر الله يمسيهم بالخير اللي كانوا معنا اخوي انا كلهم لا الحاضر منهم ولا الغايب ولا اللي حي ولا الظهر كلهم حي كلهم حي كلهم حي كلهم لا مثل الشيء ما ذاك ايه ودك انت ودك انك تكذب بس ايه والله قبل خمس شهور انا ذبحت نصهم الله يمسيكم بالخير كلكم هذا كاد اني امزح انا ويا الرجال ذا ومعنا ربع طراه المزح والمقالب اجتمعت السالفة طلع فيها مزح ومقال في نفس المجال شق فلينتي باين انه شقق فنايل ذا شقيت الفنيل ها لوكاد وعود له قلت خطا لازم اني اشق فلينت حلو وشقيت فلينت واحدة بوحدة الحين واحدة بوحدة ومعنا ربع بعد فلايلهم متشققة والأمور خربانة هم الدم مزح والله أنا مزح هناك لا جوالات ولا شيء لا كذا فيلم عندي لا أنا بقول شيء بزيلة ما في جوالات ولا في ضيق صح يعودون على بعض السلام الوكاد الرجال هذا راقد في الغرفة الثانية ما يترقد لا والله رايق لا والله رايق قلنا وقف وقف دام احنا طبعا لو تشوف ايش كان الهنيله من شقه والوجه الوجه حمر اذن مسعود الدره رايحه كذا اذني فيها اذني فيها دم خشمه مايل امور امور واد كنا وقف ايش رايكم؟ سلطان الهمني راقد الله يوفقك خلوا حل نداهمه شلني يا ما ادري هو ثامر ظهرنا ثامر شلني ودخلني على سلطان الهمني وانا بصيح على اني على اني ابي اضرب ذا وانتم يلي عند بهاد امسكوه على اني ابي يضربني وخل ذا يقوم على الموقف ذا طب هو انت بتفزع منه الحين لو صار موقف تم هو مو فازع الحين هو بعد صار بفرق بينهم وشلوني ويدخلوني على الرجال دايما دخلوني الا هو يقوم اخو عائشه اخو عائشه انا على الملعب قلت انا فكني عليه فك معي بيبسي يوم طلع الا ذا يطير يوقع اول ما شافها بهاد قال بهاد له تكفى يا سلطان تكفى قال ابشر مسعودك ما الحين فيه قال في مسعود قال افا آثر العيال تحت راقدين وطلعوا سمعوا صوت ضرب وصياح وطلعوا بحدود 20 رجال يوم طلعوا بعضهم ما نمون عليه نسوي في ذا المقلب فهمت؟ احنا نمون على رفيقنا ذا اللي وبعضهم يمكنه ما يستقبل المزح ذا ولا مع الحين كلهم نمون عليه بعضهم يمكن يزعل يقول له تقول لي مرقاد عشان المغرب الحين كان ناويين المقلب في الرجال بس يوم طلعوا كلهم ولا دعوه يوم خربت كد الرجال متحاولين بيننا وبين الرجال الرجال ذا ما وراه طريق طق انا انا وراي درج بنزل بطق امسكه هو اللي ضربكم بيبسي الشيخ بغى يحول سلاي ضربني يا رجال حذفني بعلبه البيبس جديده بقى ما فكت ضربني هني انا لا عاد يمديني انا حاش ولا عاد يمدينا نادي الريجي اقول السم ينقطع الكلى راحت الكلى ما عاد فيها البيبسي يخرب الكلى دائما يحذرون هم البيبسي هذول كاد اني يوم شفتهم كانوا بيدرون بيصيدونا جانا احمد الرحيم الله يذكره بالخير احد من اخويا انا شيباني كان تحت ما ادري وينه وكان انا وياه هو هذا في غرفه واحده معنا في غرفه ويدري ما حد متهديني ولا حد تهدني يوم طلع تفكر السيح قال ايش السالفه قالوا مسعود ابو هاجر تهدني قال ابا ماشي لو كان يوم درك ان الوضع فيها بدرو وانزل مع الدرج وحماد الله يذكره بالخير معه بيبسي فوق عثرني اروح من الدرج عثر الدرج يعود عليهم مره ثانيه يمدي يحذفني من فوق وعود يحذفني بالبيبسي من فوق ويضربني على منك فلاش هذا من قطعه هذا واحد من العيال اي واحد من العيال مودك حماد
حماده رجال صغير جميل وسيم. ما تعرف حماده؟ معروف انا عارفه وش صغير يا الحلال زي الجبل. معروف. اجل انتم اصحاب المقالب وانتم اللي انضربتوا. انت جاك البيبسي وانت جاك البيبسي. اذا جاء في الابتلاء واذا جاء في الكتف. في الكتف. خلع. مع ان ترى ما انا بحق المقالب واجد. بس في اليوم ثلاث مقالب. ثلاث مقالب تكفي. لا هو واجد في ناس كل يوم هم مقالب. نبي نوريك الكورال حقنا. ابشر. والله ما تقدم هو اول. لا بس لا هو بيسمع الكورال قبل. والله هو الحين قال السالفه وقال.